بصراحة خاصو يتاخذ إجراءات قانونية، لأن المجتمع ديالنا أول حاجة احنا الحمد لله مجتمع إسلامي ومجتمع محافظ، وماشي يقول تسمعوا مجتمع إسلامي محافظ بأننا احنا متأخرين، لا بالعكس احنا متقدمين عالمي على الصعيد العربي والإفريقي والعالمي الحمد لله، لا في التكنولوجيا لا في التقدم، ولكن تنبقاو مجتمع محافظ بالثقافة اللي خلاو لنا والدينا وجدودنا، وهذاك الشيء اللي دار الراب رابور توتو ما عندوش علاقة نهائية لا بالمجتمع لا في ولادنا. تصور دابا هذا كيبقى يخسر الهضرة، والأغاني فيها تخسر الهضرة، وزيد عليها هذاك الشاب مورو اللي تيبقى يخسر في الهضرة. إوا دابا ولادنا ولا خوتنا بنات ولا دراري مازالين صغار يبقاو يسمعوا تخسر الهضرة في التلفازة، يعرفوا بأن تخسر الهضرة وبأن المجتمع هكاك داير، غادي يولي كيفاش يولي المجتمع؟ غادي يخسر، غادي يفسد. راه هذاك الشيء اللي قلت لك، كتكون قاعد بنادم اي انسان يكون قاعد في العائله ديالو مع باه ولا مع امه ويبقى يسمع تخسر الهضره، يعني صافي غير يدور ديك الساعات ويقلبها مع امه مع تخسر الهضره عادي، يعني صافي تفسد المجتمع، هكاك تيفسدوا المجتمع. هذا خاصو يتاخذ بحقوق، يتاخذ فيه مع اجراءات قانونيه ويتعاقب طبق القوانين ديال البلاد ديالنا، وما يعاودش يدوز نهائيا في التلفازه. عندك الرابر طوطو وراب هذاك مورو ما يعاودوش يدوزوا في التلفازه ويتعاقبوا قانونيا، لانه تيخسروا الصوره ديال المجتمع وتيفسدوا المجتمع. هادو اكثر من المخدرات، هادو راه افه، تيتعتبروا افه. مرحبا خويا، كنشكرو بعدا اذاعه الدار على هذه الفرصه هذه. ثاني حاجه انا من لي فان ديال طوطو، ولكن اللي ما عجبنيش هذا الكونسيبت الاخرى ما غرق فيها، ما كانش عليه، حيت عنده جمهور، عنده بزاف ديال الحوايج، هو ما كانش عليه خسر الهضره، حيت كانوا تما امهات، كانوا قد تكون مويت قد تكون موك كذا عادي، فهمتي؟ ولكن ما كانش عليه خسر الهضره، ولكن كنتمناو ان شاء الله يتصالح مع نفسه ويصلح هذا المشكل اللي دار ويخرج بشي اعتذار ويحاول ما يكرش هذا الشيء وما يشجعش الدراري على المخدرات وكذا. نتمنى ما يوصلش كاع لذوك الاجراءات ديال القناوي وكذا، حيت بالنسبه لي هو تبارك الله دابا راه ولا عالميا، وهادشي عارفه العالم، وكنتمناو يتاخذوا في حقه شي قانون اللي يخليه ما يعاودش هادشي مره ثانيه، ويحاول ما يبقاش يبين لبنادم ديك الزطلات الشراب، حيت هادشي حنا كلشي حنا عارفينه هادشي كاين، ولكن هكا يدير مسيره هكا بحال تشجع على الشباب على هادشي ديال المخطيرات وكذا. بارك علينا يا الدمر اللي حنا عايشينه، وبلا ما يزيد بنادم يكمل عليه. بالنسبه لي اخويا انا هادشي راه هادشي ما كاينش، حتى هو كيقول شي هضره اللي ما خصهاش تقال في هذا الراب، ما عندوش هو في الراب، راه خصو يكون نقي، فهمتي؟ دابا هما كيبغيو يقلدوا الغرب، كيبغيو يقلدوا روابا بحال امينيم، كيبغيو يقلدوا توباك، فهمتي؟ وحنا راه دوله مسلمه، خصنا اخويا اللي يكون الراب يكون شي حاجه شويه نقيه بحال الحار، بحال كاين الرواب اللي زوينين في المغرب. ضروري، راه حنا دوله اسلاميه اخويا. اخويا خصو يراجع راسو ويشوف راسو بان هادشي اللي كيدير فيه راه خايب. لا اخويا هادشي اللي كيدير فيه راه عيان. في المستوى هو رابور نجح، ولكن هذاك الطريقه باش كيرابي ما ماشي زوينه، وكيبقى كلشي هضره، فهمتي؟ هضره خايبه. تسول المجتمع الاسلامي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، سعيد من مدينه مكناس. بالنسبه للموضوع اللي غنهضروا عليه على ذاك الفنان طوطو، ما خصوش يخرج ديك الهضره اللي قال للشعب بان احنا كنتفرجوا مع وليداتنا في التلفزه المغربيه وكنكونوا مع ولادنا، وهذا الشباب اللي طالع ما خصوش يسمع ديك الهضره اللي قال. لحقاش قال ديك الهضره؟ لحقاش هاد الشباب غيتبعوا ديك الهضره هذه؟ هو فنان، كفنان يحترم الفن، فهمتي؟ يحترم الفن. هذاك الشيء اللي خرج في بين متابعين و40 واحد، وهو في ديك القناه ديال اليوتيوب والمتتبعين ديالو، ما خصهمش يقول لهم هذه الهضره هذه.
تجربتك انت كأب لوليدات وأسرة، واش دابا تقدر تتفرج في بحال هذا النوع ديال الأشكال ديال هاد المغنيين مع ولادك؟ وكنتفرج وليني بحال هذا داك الشيء اللي قال ما نقدرش نتفرج مع ولادي، بانه هو قال واحد الهضره طيح الهضره وقال واحد الهضره خايبه كاع خايبه وفيها تخسر الهضره، ما خصوش يقولها والاب جالس مع الابن ديالو ولا مع البنت ديالو، شنو غادي تنتظر من دوك الولاد؟ حتى دوك الولاد غادي يديروا بحاله، وما كانش عليه كاع خصو يقول هذه الهضره. هذه هو فنان يحترم الفن، يحترم الفن، بان كاين دولة إسلامية ما خصناش نطيحوا بدولة إسلامية، نطيحوا بأن بداك هي هو كيدير الراب وداك الشيء، ولكن ما خصوش يقول واحد الهضرة، ديك الهضرة اللي قال ديك الهضرة خاسرة، ما خصش الفنان يقولها كاع. وخص وضروري خصو يتاخذوا مع شي إجراءات، خصو تشوف مع السلطات باش يتاخذوا مع هذه الإجراءات، هذا الشيء اللي دار اللي خرج في المغرب اللي خرج هنا في المغرب، وهو فنان وفي السهره وداك الشيء، ما خصوش يقولوا في السهره حشومه عيب وعار باش يقول رحنا دوله اسلاميه، ماشي شي دوله اوروبيه ولا، وحتى اوروبا حتى دوك الفنانين اوروبا كيحترموا الفن، بحال دابا داك الفنان مسلم ها هو تيدير الراب تيحترم الفن ديالو تبارك الله عليه ما شاء الله كلشي كيتبعوا، وداك عثمان اش كاين، حتى هو فنان رائع وتيدير الفن ديالو وكنتبعوه، ما عمرو خسر الهضره ومحترم الله يجازيه بخير. وهذا الفنان هذا الطوطو اخويا خص يتاخذوا معاه الاجراءات، بان قال واحد الكلمه خايبه، بان عبره للمغرب، بان هاد الاولاد ديالنا خصنا نعلموهم شي حاجه الصلاه ولا شي حاجه يستافدوا، ماشي انت كتقول لهم شنو ديروا، وهاد الاولاد وهاد الجيل اللي طلع يبقاو يديروا بحال كيحرضهم تحريض، بحال التحريض كيقول لهم اشنو ديروا اشنو ديروا. راه كلشي تغير، كلشي تبدل، هي دخلات الالفين مشاو الناس القدام للفنانه للمراقبين للفن، المراقبين ديال اي كلمات. دابا في العالم على الصعيد العالمي ماشي في المغرب الكلمات تبدلوا، وما بقاش عندهم اللي تيراقبهم ويراجعوا افمي ويقول، واني خاص الناس يرجعوا ليامات الفن ويامات في ايام الحسن الثاني الله يرحمه، كان الفنانة تيعز بهم. شوف هذاك اللي دار عيشي يا بلادي عيشي، هذا فين تلقى بحال الفنان الله يرحمهم، وحمد البيضاوي اللي دار يا صاحب الملك والصولجان تملكي الملك، اسمع هذا هما الله يرحمك الحسن الثاني والله يطول عمر سيدنا محمد السادس الله يطولنا في عمره والله يحفظنا ولي العهد مولاي الحسن. انا تنشوف بان اي واحد بلا ما نعاقبوه احنا ولا هذا، اي واحد مغني شاهد في هادو اللي تيقولوا الكلام الفاحش راه ضميرهم راه تيأنبهم، كون متاكد راه باش يكون جالس بوحده هو بينه وبين راسه تيقول اش هاد الشيء تندير، واش انا فنان ولا جاي نسب الناس ولا نقول كلام خايب، وانا بعدا نكون انا تنتفرج مع عائلتي ولادي، ما غاديش نشوفوا هذاك الفنان كاع باش نوصلوا معاه لهاد الحالات. يعني شوف اخويا حاجه واحده اللي غادي نقول لك، الوقت تبدلات، طلع هذا الشيء ديال الفن كثر، فنانه كثروا على الصعيد العالمي، هذا الشيء ماشي هنا في الشرق في لبنان في الامارات في المغرب فين ما مشيتي على الصعيد العالمي الفنانه ولاو تيقولوا هضره ماشي هي هذيك. راه حنا دابا تنشوفوا هذا الفنان هذا المغرب مساكن تيديروا هكا باش يتشهروا، راه حتى في الخليج العربي راه غير هذيك اللي دارت ذاك الاغنيه ما نقولش ما عرفتش شنو اسم ديالها ما عرفتش شكون فيهم، راه حتى هي دارت اغاني شنو هي انا بحبي ما عرفتش شنو قالت واحد الكلمه حشومه، انا ما تنقولش والفنانه اللي قالت بوسي الواوا ما تنبغيش نقول هذا الشيء حيت انا وجهتي حشمني، انا تنبغي نسمع الاغاني ديال المرحوم التلالي الله يرحمه محلى يفران محلى قمالو، بالفنانه باغي نسمع ديال فويتح الله يرحمه حطيت الطبيله خويا والله ينصر سيدنا محمد السادس والله ينصر سيدنا والله يطولنا في عمر مولاي العهد مولاي الحسن والله ينصر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.